يا معاشر الفضلاء، إني أوصي نفسي وإخواني المسلمين في كل مكان بتقوى الله عز وجل والتمسك بالتوحيد والسنة ولزوم الأصول الشرعية، كما أوصي نفسي وإخواني بكثرة الدعاء لإخواننا في فلسطين الذين نزل بهم هذا الخطب العظيم واعتدى عليهم عدوهم عدوانا آثما مبينا عظيما قبيحا. أوصيهم بالدعاء لهم وبالتبرع لهم بالطرق النظامية، كل بحسب نظام بلده، بما يخفف عنهم الوطأة. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل موتاهم وأن يغفر لهم وأن يشفي جرحاهم وأن يؤمن خائفهم وأن يحمي أقوياءهم وأن يدفع عنهم وأن يدافع عنهم وأن يكبت عدوهم وأن لا يحقق له مقصودا فيهم. كما أني أوصي المسلمين جميعا بالبعد عن كل ما يضر ولا ينفع ويزيد الضرر ولا يدفع ويضر بالمسلمين في بلدانهم، فلا خير ولا نفع في مظاهرات في بلاد المسلمين يختلط بها الحابل بالنابل ويقع فيها ما لا يرضي الله عز وجل من اجتماع الرجال والنساء ومن الكلام الذي لا يجوز من سب المسلمين لبعضهم ومن تخوين المسلمين لحكامهم وغير ذلك مما لا يجوز. إنما علينا أن نفعل ما ينفع، وهو ما شرع لنا من الدعاء لإخواننا ومد يد العون لهم بما يخفف عنهم بحسب الطرق النظامية في كل بلد. أسأل الله عز وجل أن يسمعنا في إخواننا خيرا وأن يفرج عنهم عاجلا غير آجل، وأن يرينا في عدوهم ما يسر قلوب المؤمنين.